في وشهم الباب ورفض عرض الأهلي وقال لهم شكرا مع السلامة. أصل المستقبل في أوروبا، ولو رجعت مصر مش هلعب إلا للزمالك. صدمة لجماهير الأهلي ومجلس إدارته بعد فشل مفاوضات الأهلي مع نجم هجوم منتخب مصر والزمالك السابق مصطفى محمد، وده حصل بعد ما نادي نانت الفرنسي قرر إنه يشتريه من فريقه التركي. تعالوا نعرف أصل الحكاية بصراحة. مصطفى محمد يعتبر واحد من أفضل مهاجمي القارة السمراء، وهو اسم كبير ولاعب مميز، وهو من أبناء نادي الزمالك. قدر في وقت بسيط إنه يكون مهاجم مصر الأول بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة اللي اتعملت في مصر، بالإضافة لفوزه بجائزة هداف البطولة علشان مصر تشارك في بطولة أولمبياد طوكيو 2021. قدر يحقق مع الزمالك بطولة كأس مصر والسوبر الإفريقي والسوبر المصري، غير إنه ساهم بأهدافه بالوصول للزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 وكان من هداف البطولة. مصطفى محمد لاعب متأسس صح ومميز في الكرات الهوائية بسبب قوة بنيانه الجسماني، غير كمان قدرته على إنه يطول ارتفاعات كبيرة ويسجل أجوال براسه زي المهاجمين الكبار رونالدو وبنزيما. ومن فينا يقدر ينسى هدفه العالمي في شباك الرجاء المغربي في إياب نص نهائي دوري أبطال إفريقيا علشان يقدر ينتقل بعدها من الزمالك لنادي غالاتاسراي التركي، وفي الموسم الحالي راح يلعب لنادي نانت الفرنسي وقدر إنه يثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق. سجل 11 هدف معاه السنة دي، 8 منها في الدوري و2 في الدوري الأوروبي وهدف في الكاس، وده في 47 ماتش لعبها مع الفريق الفرنسي السنة دي. في الميركاتو الشتوي النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية علشان يتعاقد مع مصطفى محمد علشان يقدر يعالج أزمة رأس الحربة، وده بسبب عدم اقتناع المدير الفني للأهلي مارسيل كولر بمهاجمين الفرقة سواء محمد شريف أو شادي حسين أو حسام حسن اللي طلع إعارة لسموحة. مصطفى محمد بيلعب على سبيل الإعارة في فريق نانت وراح بعقد وانتقل للفريق الفرنسي مقابل 250 ألف يورو مع إمكانية الشراء مقابل 5,750,000 يورو. الصحف التركية نشرت تقرير إن إدارة ناند هتقدم عرض بقيمة 3.5 مليون يورو لشراء مصطفى محمد، واللي بتوصل قيمته التسويقية الحالية ل 6 مليون يورو. تفتكروا مصطفى محمد هيكمل فعلا في أوروبا ولا هيرجع مصر؟ ده اللي هنعرفه الأيام اللي جاية.